عطنا اياه. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام. اثبت. بس يلا ولد الشمراني. يا ولد محمد الشمراني. عبد المحسن كم عمره يا؟ ما يجاوب. انا قلت ولد شمراني. شمراني يلا ولد سعد. ولد سعد القحطاني. ولد سعد القحطاني. ولد سعد القحطاني. ناصر. براء سعد. سعد ال انا جبت بالاسم البراء سعد. نشوف الهاشتاج. الهاشتاج طيب خلينا نشوف الهاشتاج. يقول اعطونا من نقيب اخو سام الجر الله ولد يوسف اخو سعد ولد الشمراني ولد سعد القحطاني ولد الشمراني اخ عباس اخو هاني ولد سعد اخو القحطاني ولد الشمراني قبلة القلوب انشودة عباس ولد ناصر سي اخو وليد ولد الشمراني ولد محمد. انا ما يمديني الهاشتاج سريع عشان كذا ما يمديني اقرا الاسماء. ابن سعد ولد سعد ولد الشمراني عبد المحسن الشمراني ولد ناصر اخو هاني عبد الناصر عبد الرحمن ولد ناصر ولد محمد الشمراني ابو سعد البراء ولا المثنى عيال سعد. نقترب من انتهاء الهاشتاج. هاشتاج عشان ناخذ تليفون جديد. طيب ولد سعد اخو سعد ولد يوسف ولد سعد اخو سعد اخو وليد واحد من عيال سعد القحطاني. من اللي معانا؟ من اللي معانا؟ يعني ولا واحد صح؟ لا دقيقة. ايش؟ تحية للبراء سعد القحطاني. الهدية تثبت عند ابراهيم. ثابته. ايوه جاوبت صح انا. والله طيب انا عندي فكره يا اخي. كلنا جاوبنا صح يا شباب. الاول يا شباب كلنا جاوبنا صح يا شباب. الكنترول الكنترول في كل سؤال تكفر رشحوا لنا واحد وحطوا اسمع عشان ايه. بعدين له جائزه. يعطيكم العافيه. تليفون جديد. لا لا خلينا نمسك خمس بعد البراء. هلا كيف حالك عساك طيب يا ابوي؟ طيب الحمد لله. سعيد جدا سمع صوتك. بسم الله عليك ولدي كبر صوتك قسما بالله ما توقعت انها انت. وانا سعيد في البث. الله يسعدك يا ولدي ان شاء الله وان شاء الله نشوفك صالح مصلح بهذا المجتمع. قل امين يا رب. امين وليد. قل امين. امين. البراء بسألك سؤال. من اكثر واحد تحبه هنا في اللوكيشن؟ ابوه. وشو اكثر واحد تحبه هنا موجود معنا من الشباب؟ اكيد انت. الله يجعلني فيك ابوي. اذا تتحول الجائزه للبراء. برافو في البيت. والله يا جماعه يوسف تكفى جيب لنا مويه. اذا طيب جيبوا لنا مويه يا جماعه. نبغى مويه. ناخذ الاتصال الجاي يا